نتيجة إدراكك بأن هناك إمكانية لتفادي هذه الكوارث وللحد من تبعاتها، وإنما المسؤولين يقفون على جانب آخر من كل هذه العملية، وبالتالي لا يتوقع الشخص أن تحدث كارثة بهذا الحجم وأن تكون ضحاياها بهذا الرقم المفجع. لا، الرقم في ليبيا طبعا أنا متفهم جدا لتأثرك دكتور، والمشكلة أنه الرقم في ليبيا وحتى في المغرب ليس ظاهرا بعد، ولا نعرف حجم حقيقة الخسارة البشرية التي حصلت. الأعداد هنا مهمة، ولكن لا يعني أنه خسارة أقل أعداد يعني الحمد لله، دائما حتى ولو خسارة واحد هي دائما